تحية عالية ولكل الشعب المغربي ولشعبنا بالريف الذي بالإضافة إلى هذه المصائب التي أتت عليه حين اعتقل أبناء الريف وهم أبرياء وليس عليهم تهم، فلم يسرقوا ولم يهربوا الأموال ولم يسرقوا المال العام، مجرد أنهم خرجوا من المطالبة بملف اجتماعي اقتصادي، يطالبون بمدرسة ومستشفى الذي تم تدشينه طرف الملك ولم يتم إتمام المشروع وسرق المال العام، فبدل أن يحاسب الذين لم يكملوا هذا المشروع فإن بدل ذلك فإن فاضح الفساد الذين هم رجال الريف هم الذين يسجنون، وهذا من علامات تدهور القضاء في المغرب يعني أنه أصبح القضاء منذ مدة مرتع للفساد بكل أنواعه، ما زلنا احنا على هذه الصدمات هذه الآن يروج لخطاب سأدري له هو ليس رسمي ولكن خطاب يدعي أن الخلفية التي كانت وراء حراك الريف هي جمهورية وخروج على النظام الملكي، هذه فقط للإلهاء، لإلهاء من يمكن إلهاؤه، لأن لا أظن الشعب غافل الآن عما يحصل في المغرب، فكل يعي ومن غير أن يعي فإن حياته المادية اليومية ومعاناته مع الفقر وتدهور التعليم والصحة لا يحتاج لأن يعي، لأنه يعيش وضعا كارثيا، لأن أبناء دياله مشردون، لا تعليم في أرداء في مستوى رديء، فلست أدري إن كان هناك من سيسمع لهذا الخطاب الذي يسوق له الآن، لا أهمية له. بالإضافة إلى هذا فإني تابعت خطاب رئيس الحكومة الذي ظل صامتا خلال مراحل طويلة ومحطات اللي هي حساسة، صمت مطبق لا يسمع كلمة، إذ الآن ترح له اللسان وفرحان مبتهج بنفسه وجاء كي يتكلم عن مشاريع في التعليم العالي وعن مقعد، وهذا ليس حتى من اختصاصه، رئيس الحكومة ليس من اختصاص، هذا ما اختصاص وزير التعليم العالي، وهذا ماشي خطاب، بدأت الموضوع ماشي خطاب ديال رئيس الحكومة، بالإضافة أنه ماشي من الاختصاص ديال هذا الخطاب، لأن حتى إلا مشينا وقلبنا اختصاصات ومسؤوليات رئيس الحكومة وصلاحياته لا علاقة لها، لأنه يعطينا المغاربة مشروعات ماشي حتى ما عندهاش بيانات رسمية وبالأرقام، وأين هذه مسائل يتدارسها وزير التعليم العالي
ويكون عنده الملفات وكل مشروع على حدة والميزانية وشحال هي الميزانية. أما الكلام هكذا في الهواء، وأين كان هو منذ هذه المدة كلها حتى يأتي يخرج الآن في هذه الظروف؟ يعني ماذا، ما وراء خطابه أن يهدئ الوضع؟ الوضع تجاوز هذا الخطاب الخيالي ساينس فيكشن اللي يهضر لنا على اش غادي يدير وشحال غيكون بالمقعد وشحال، وهل فعلا هادشي غيكون؟ لأنه ما مستشفيات ها هي تدشنت ولم يتم لم ت... يعني لم يتم إتمامها. وهذا ليس من اختصاصات رئيس الحكومة، رئيس الحكومة مش الاختصاص ديالو، رئيس الحكومة الحكومة ليس من اختصاصه هذا. هذه مسائل يتدارسها مع وزرائهم الذين يأتون بالملفات ويقولون شحال غادي يزيدوا هنايا في هذه الكلية. وكل جهة كتدلي بهذا الملف، كيكون عندها ملف محطوط فوق الطابلة والميزانية ديالو شحال، والمدة شي بالتدقيق المدة شحال غادي يدوزو باش يكملو هذا المشروع. المشاريع ما كتنزلش من السما وكتسال، المشاريع كتبدا، المدة ديالها، الميزانية ديالها شحال غيحتاجها. ما يجي وعدنا يقول لنا غادي يكون تخصص جديد في التربية، ومن بعد هادشي كله، من بعد انه حتى الا كان هادشي صحيح، وهذا ماشي من اختصاصه، هادشي صحيح وغادي يكون هادشي، فما وراءه شنو موراه؟ ها الناس دابا هادو ملي دازو بقرا واش راه كلهم عندهم الاجازات؟ يعني الاحصاء في المغرب راه اغلبيه الناس عندهم الاجازه، وفين هو العمل؟ خصنا من بعد هادشي ديال التعليم العالي، وفين وصل 9000 ولا فين بوصل؟ راه لا شيء، راه المغرب راه فيه 40 مليون، 9000 اللي كتهضر عليها راه لا شيء. هضر لينا على اللي ما كيقراوش، على اللي تطردوا، على اللي خرجوا من المدارس، هضر لينا على التعليم الابتدائي، هضر لينا على التعليم الثانوي، هضر لينا على المشاكل ديالو. اصلا ماشي هادي المهمه ديالك، رئيس الحكومه تيهضر عليه وزير التعليم، ماشي انت، انت دخلك في هاد الامور كلها. ومع ذلك كنسال هاد السؤال، شنو من بعد داك اللي يتخرج بهاد السرير اللي كتقول غتوفر السرير وتوفر الاكل وتوفر الملاح، مع ان هاد الامور اللي القضايا كلها اللي ذكرتيها غارقه في المشاكل، الشي اللي ما ذكرتيش كتحدد لينا على يوتيوب يا شي حاجه اللي في الخيال ما كايناش. هذا امر عليه مرة الكرام ولا اقف عنده، ولكن انا في التحليل ديالي هنايا في بلاص ما ندخل في هذا التحليل اللي هو كنظر نظره ميكرو يعني مصغره للوضعيه، بغيت نشوفها بنظره ماكرو يعني نظره كبيره، بحال دابا جوجل بغيت تشوف الارض كيوريها لك، كيوري لك من البعد كيوري كل شيء، ولا بغيتي تشوفها بالقرب كيوريك بالشوارع وكل شيء. هاد النظرة الماكرو شكون اللي خلاني نفكر فيها؟ هي هاد المشكل اللي دارتو هاد الشركات الحليب سنترال، وهاد الزعزعة اللي دارت في المغرب. علاش هادشي كله؟ علاش هاد سنترال عملت هاد المشكل كله؟ علاش جاست الزيارة ديال ايمانويل، ما عقلتش على الكنية ديالو، السي اي او ديال الشركة ديال دانون اللي هي شركة عالمية؟ علاش؟ علاش الا مشينا هنا قرينا المحللين الكبار اللي كيعرفوا يحلوا؟ اولا الا رجعنا الزيارة ديال ماكرون للمغرب بالضبط في يونيو من 14 ل 15، كان زيارة قصيرة في على إثر هاد الحراك الريف 2017، ملي جا زيارة ماكرون كنقرا هنايا محللين
بالإنجليزية، أنا نحاول نقول لكم المحتوى بالعربية. هي قال لك هاد ماكرون الرئيس اللي انتخب، يلا كان انتخبه يعني حديث الانتخاب، بدأ بهذه العلاقة، بدأ بهذه الزيارة. زيارة هي قال لك عليها حق زيارة صداقة، ولكن هي أكثر منها، هي زيارة عمل ماشي صداقة. فجهد ماكرون للرباط في زيارة واستقبلوه كيف ما شفنا الملك وزوج ديالو والأميرات كلهم. وكان ديك الساعة الأميرة الزوجة ديالو سلمى كانت في المشهد السياسي حاضرة، بينما الآن بين قوسين ما كنشوفوهاش نهائيا، اختفت من الساحة السياسية واختفت من الساحة، وما بقيناش كنشوفوها في الأعمال ديالها الاجتماعية اللي كانت كتقوم بها. هذا بين قوسين سؤال طرحه العديد من الناس ولم يلقوا الجواب. المهم خليني نكمل هنايا القراءة، هذا التحليل. هذا الهم ديال ماكرون هنا كان انه هاد ماكرون عبر على الاراده ديالو، الاهتمام ديالو بالتعاون مع المغرب باش to address territorial disparities and the promotion of the advanced recognition plan. اذا الاضافه كان عنده هموم ديال هاد ما يسمى هاد تيروريزم، الإرهاب. إضافة لهذه المسألة الإرهاب، لأن المسألة الإرهاب ما بداتش دابا، بدات من مدة وراكم شفتوها من 2012. ولكن اللي لقيت انتباه ديالي غير هذه، لأن هذه قديمة، أنه تعاون to promote entrepreneurship as well. إذا تعاون على مستوى يعني بناء شركات. ومن هنا كنفهم أنا من هذا المفتاح هذا كنقدر نفهم الوضع والمشاكل والأزمات اللي خلقت هذه الشركة، اللي هي أزمات سياسية اللي خلت الحكومة كلها برئيسها بوزرائها كلهم كيدافعوا على القضية. شركة سنترال من هذه اللي شفناها من الماكرو، شفناها من العين اللي كتشوف من البعد وكتشوف الصورة الكبيرة، هي هالأورت انتربرونورشيب. وقالك as well as cultural and educational cooperation with a view to promote the role of the civil society. وجنب هاد الشيء في القمة ديال اللي كان الحراك اللي هو شمال المغرب، اللي هو حساس جدا تاريخيا، اللي هو كان كيحدد الوضعية في شمال إفريقيا كلها. من هنا من هاد الزيارة هادي ومن هاد الأعمال، هاد الشيء اللي مواثيق اللي قاموا بيها، حنا ما تعلناش علنيا هاد كيفاش هاد التعاون غيتم وهادشي اللي ما مفصلينش فيه، ما ديش بالضبط. ولكن هاد الزانديس اللي كنشوفوه هنا ديال هاد شركة السنترال، وهاد كيفاش ان هاد سيد ايمانويل جاي من فرنسا، علاش؟ لان هما ما غيقبلوش بان هاد الشركات هادي الكبرى مسيطرة عالميا انها تنهار في شمال افريقيا، لان كتعرفوا بان القوة السياسية حاليا ما كتحددش غير بالجيش وبالسلاح، لا كتحدد بالاقتصاد. الاقتصاد هنايا هاد الشركات سواء كانت عملاقة، وهذه هنايا في هذه الحالة عملاقة اللي كنقولوا بالانجليزية كوربوريت. على اي من هنا كنفهم الوضع ديال هاد سنترال وهاد الاحتكار الاقتصادي اللي كتمارسو في الاقتصاد المغربي.
فهي يعني ما بغاش تنازل نهائيا على هاد السلطة ديالها الاقتصادية، ومن ثم فهي فرضة واحد، لأنك تعرف أي واحد عنده السلطة الاقتصادية السلطة المالية كيفرض الرأي ديالو السياسي. هنا يعني كنفهموا كاع المواقف ديال الحكومة. إذا اش غنقول لكم بأن هاد المقاطعة أنها فضحات هذا الأمر هذا اللي كان متخفي، ولكن اللي بغيت نقول بالإضافة لأن هذه المقاطعة عن هذه شركة سنترال اللي كاينة حتى في شركة، هي شركة كبيرة دانون اللي قطعت حتى روسيا، ما غتنجح وما غتعطي الثمار ديالها حتى تتم بشكل يعني عام، تعمم في المغرب، في الجزائر، في تونس، في ليبيا اللي كانت هي كاينة، المهم أنا وفي مصر، باش عاد غادي يمكن، لان شمال افريقيا كله كيتمارس عليه نفس السياسه، نفس الاسلوب الاحتكاري الاقتصادي، شمال افريقيا كله، لان انا قريت ولكن ما عرف ما عرفتش هنا فين قريت كي بان هذا الرئيس ماكرون علاش دفع، علاش هما بقاو كيمشيو لافريقيا وكيستثمروا فيها، لان هذا هاد المسألة هي اللي دارس معهم ماكرون ملي جا في هاد الزيارة في بعد ما توليته، بعد ما انتخبوا في فرنسا، هدر على ستابيليزن اكتور ان الساحل، منطقة الساحل، منطقة الساحل هي اللي كتفرق ما بين جنوب افريقيا وشمال افريقيا، يعني هذا هو الهم ديالو، وبغى المغرب لان المغرب عنده واحد الوضع خاص سواء من ناحية الموقع ديالو الجغرافي او لو بغيتي تقول يعني ماشي غير الوضع الجغرافي فقط، هو اللي كيحدد هاد العلاقة ما بين افريقيا واوروبا اولا، لانه بواب لاوروبا وهو بواب لافريقيا، من هنا الموقع ديالو الحساس، من هنا الدور ديالو الخاطئ. فهو لما جا هاد ماكرون كان من بين المسائل اللي دارسو هي كيفاش يستثمروا في افريقيا بخصوص هاد الشمال، علاش؟ لانك تعرفوا بان الاستثمار كيف ما قلت السلطه الاقتصاديه تؤدي الى القوه السياسيه، اذا فهمنا هاد المساله هادي، وزيد على ذلك هاد المساله ديال الخليج، فماشي المغرب هو اللي قرر يدخل في مساله الخليج، وانما هادي فرنسا أو من وراء طبعا الحالة أمريكا لأن هي عندها علاقة بهذا الموضوع، هو اللي خلى المغرب يتجر في هذه العلاقات مع الخليج اللي ما عنده حتى مصلحة فيها، لأن أصلا حنايا بعاد على الخليج بزاف، والأولى أن العلاقات توطد مع الجيران ديالنا في شمال إفريقيا وتكون واحد الوحدة اللي كيحلموا بها المثقفين من السبعينات يمكن ولا قبل، ديال الوحدة المغاربية. يتصدق حنايا داخلين في واحد القضية اللي ما رابحين منا والو، دينا خدنا حرب اللي ما عندنا تربح فيها مع في ضد اليمن، والمهم داك اللي كان الحصار على قطر، وهاد القضايا كلها اللي المغرب ما عنده حتى شي ربح فيها، لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا حتى حاجة. وحتى هاد المسألة هادي ديال الاستثمار في أوروبا في أفريقيا ما استفدش منها الشعب المغربي نهائيا، لأنه يزدادوا فقرا ويزدادوا جهلا وما كاينش العمل، لأن هاد المسألة أن بدل ما يركزوا ولا بدل ما يهتموا بالقضايا الوطنية كان الاهتمام كله بالقضايا الخارجية اللي كتخدم مصالح فرنسا ما كتخدمش المصالح المغرب. باش نزيدو نفهمو هاد القضايا هادي الصغرى خصنا نرجعو نشوفو الزيارة ديال ماكرون لأمريكا، الزيارة ديال ماكرون للولايات المتحدة الأمريكية. كيف ما كنعرفو إلى رجعنا الوضع في الاتحاد الأوروبي كنشوفو بأن سميت هذيك وزيرة رئيسة الحكومة ديال الإنجليز اللي هي جديدة، مازال ما حفظتش الاسم ديالها لأنها جديدة،
تيريزا ماي يعني ما بقاش عندهم ده بعد ما اكس بريتش، ما بقاش عندهم داك، ما عداش داك القوة اللي كانت عندها من قبل. كان واحد ضعف معين، كنشوفوا وضعية ديال الرئيسة ديال ألمانيا ماركل، حتى هي كنشوفها عندها واحد الضعف. الوغ ماكرون يلاه خدا هاد انتخبوه، بغا ياخد هو، يعني هو بحال هو باسم الاتحاد الاوروبي مش كيزور، يعني هو اللي عنده وما عنده حتى شي قوة، لكن هو كيأسس لهاد، يكون هو البوابة لترامب الاتحاد الاوروبي. وكما كنعرفوا بان ترامب ما عندوش شعبيه كاع في اوروبا، الشعبيه ديالو نازله في اوروبا، نازله بشكل كبير، بلا ما نهضر انا على امريكا لان هذاك مساله داخليه، ولكن انا كنهضر على الشعبيه ديالو في اوروبا. اذا من وماكرون براسو ما عندوش واحد الشعبية في فرنسا نهائيا، لأن الناس متخوفين. هذا هو أصلا ما كانوش كيتوقعوه ينجح في انتخابات، كانوا ميزين على نسيت سميت هذيك اللي كانت خصيمة ديالو. إذا هو مازال ما عندوش واحد البوبولاريتي، ما عنده حتى حاجة. إذا بحال واحد غريق تعلق بغارق كما كيقولوا باللغة العربية، فماكرون ما عندوش الشعبية، ولقى اللي غيدعمو اللي هو ترامب، وترامب نفسه ما عندوش الشعبية في الاتحاد الأوروبي. فإذا مثلوا ماكرون، وهذا راه تحليل أعلى مستوى، يعني ناس متخصصين اللي كيقولوا هاد الشيء اللي قريت أنا هاد التحاليل. إذا بحال هاد كيف ما قلت، ماكرون هو المفتاح لترامب الاتحاد الأوروبي. ولكن حنا كنهضروا على كيفاش اثرت هاد العلاقات هادي على المغرب، هو كيف اللي كنشوفو دابا. فبدل ما يتم الاستثمار في مسائل كتهم المجتمع المغربي، اللي هي الصحة، واللي هي التعليم، واللي هي يعني قطاعات حساسة، واللي هي الشغل. شنو هو الشغل؟ ماشي بقات فنهضروا على الطلبة وشنو وجدنا له، بقات شنو نهضروا شنو هي الوظيفة. قول لي يا سيدي اعطيني بالارقام، الوظيفه العموميه عندي مع قده وقده، الوظيفه الخصوصيه عندي وقده وقده، من سنه على حساب داك المشروع 5 سنين. قول لي من 2000 مثلا و18 ل 2022 عندي موجد انا كمنصب الشغل، قده وقده في العمومي، قده وقده في الخصوصي. هذاك اللي يتكلم عليه، ما تكلميش على الطالب، لان ها الطالب ها هو قرا، ها هو وجد، ها هو شبر اجازه، ها هو شبر الماستر، ها هو شد الدكتور، وما شنو من بعد. هذاك اللي يتكلم عليه. فانا ماشي مثلا ضد الاستثمارات تكون في افريقيا لا، ولكن خصها بالموازات ديالها. هاد الفلوس اللي كتسرق بدون حاسب ورق كان بامكانها تستثمر في مشاريع وطنيه اللي كتهم المجتمع المدني المغربي. علاش غيسرق واحد السيد واحد الملايير ويمكننا نجهزوا بها التعليم كله الابتدائي كله، يكون كل المدارس الابتدائيه. هذا علاش الا جينا نحسبوا هذا شحال من مليار وهذا شحال من مليار وهذا شحال من يعني الا نجمعوا الناس اللي كيعجز عليهم الحسابات. فانا عندي بقى الافكار وانتم حسبوا داكشي من المهام ديالكم، قولوا بها انتم، جمعوا داك المليارات اللي كتسرق وشوفوا شنو يمكن لها ديركم. يمكن لا تبدل التعليم كله، يمكن لا تبني الصحة. ولكن إلا خليتو هادشي، هذا سرق هنا وهذا سرق هنا، وانتوما غافلين على هاد المجتمع المدني، فمثلوا ما بين نفسكم. من المجتمع المدني شي حاجة اللي ما كتقدرش تضبطها باش يخرج لي انا واحد كيهضر باسم ماوتيفر الملكيين وريفر. دابا المسألة ما بقاتش متعلقة بملكيين ولا ملكيين، دابا المسألة كتهم بالوطن كله. كون كيف ما بغيتي قول لي كيفاش نخرجوا من هاد الأزمات، راه ما بقاتش في ديماغوجيا ملكي. يجي يقول لي المغرب قوي عسكريا، واش حنا غندخلوا في حرب؟ واش هاد المجتمع المدني قال باغي يدخل في شي حرب؟ واش كتهدونا بشحال السلاح عندكم واش حنا داخلين في شي حرب؟ هذه قضايا وطنيه خصها تتعالج، وينزلوا الناس اللي هما في يدهم زمام الامر وينزلوا للارض
ويدرسوا ويلقاو الحلول ويبداو في العمل ويقولوا لنا ها المشروع فلان فلاني شنو عندنا فيه. اما حتى انتم ما عندكم غلقه ما تقولوا لنا شحال عندكم السلاح، واش حنا ولينا اسرائيل وفلسطين ولا ما فهمتش انا اش كتقصدوا شحال عندنا السلاح؟ وقولوا لي شنو عندكم من حلول، عطوني الحلول وعطوني المشاريع على مدى 5 سنين، على مدى 10 سنين، على مدى 50 عام. ماشي تقول لي عندنا السلاح ولا تقول لي الملكية عندها قرون. ما عندهاش قرون، علاش الكذب على التاريخ؟ أصلا الدولة مرجع الدولة حتى قبل الحماية، قبل الحماية ما كانتش دولة، كانت قبائل. بعد جات فرنسا ودارت الدستور ديالها، طبق الدستور ديالها وبدات، يلا بدات ديك الساعة المؤسسة راه 1918، بدات في 8 وعاوتاني 1918. تقول يا قورو شنو نقول، ما كتعرفش تحسب من 1912 الآن 2018. يلا بدات ديك الساعة كتأسس الدولة، ما يسمى بالدولة. المغرب ما كانش كيعرفوا الدولة، كانوا قبائل. ولاش هاد الكذب على التاريخ؟ ما الناس ما كيعرفوش يقراو، واخا تكون نسبة الأمية شحال ما كانت، راه معلومة ولات كتنقل. يسمعها هنا ويسمعها هنا ويسمعها لهي ويسمعها لهي. إذا ما كاين لا قرون لا والو، زيدو لنا قرون ولا ماشي قرون. وبالعكس إلا قلتي عندها قرون وعطينا، أعطيني شنو دارت. حنا كنشوفو العمل ديالك، كنشوفو شنو الحصيلة ديالك. دابا ما قرون زدتي كملتيها، قرون وما دارت والو. حنا مازال كنعانيو من الفقر، المدن مكدسة بالناس كهاربين من القرى، ما كاين عندهم ما يدار، التعليم ما كاينش، الشباب ضايع. واش كتقولي في قرون ولا ما قرون؟ المهم انا بغيت نحاول نوضعكم امام الصورة الكبرى باش ندخل في الصراع الطبقي والرشية وهادشي كله. كان هاد الخطاب كنعرفو وكنتقن، ولكن ماشي وقت، ماشي ساعات الخطابات هادي والتحليلات هادي. والتحليلات الصراع الطبقي وديك الشيء خصو شي حاجة كيتكتب، ما كنشوفهاش انا. خطاب كيتقالو اصلا كيبقى منظور خاص يحترم، ولكن حاليا ظهرت يعني تحاليل اخرى. والصراع الطبقي كان مع الماركسية ومع لي جمهور ماركس، دابا حاليا كاينين ناس اخرين وكاينين ناس مستقبليين وكاين يعني دوطخ بيرسبكتيف. المهم كنختم هذا الكلام هذا بأني متضامنة تضامنا مطلقا وبغير شرط مع جميع المعتقلين الرأي. وهذه مسألة لهذه اللي انتم كتقولوا هذه قرون، وحنا مازال كنعاني والناس كيتقبطوا في الحباسات مجرد انهم معارضين، مجرد انهم كيعارضوا. ولا ما كاين اللي ما كيعارضش، ما كيقولش انه معارض ولا يصرح بذلك، انما كيعطي تحاليل وكيفضح مفسدين. وهذا الشيء اللي خصو يدار، لان انا بغيت نمشي الوطني يمشي يتقدم القدام، راه خصو اول شيء نحاربوا الفساد والمفسدين، سينو راه ما عمركم غديروا شي حاجه في هذا المغرب نهائيا. وهاد الشاره اللي وضعها على راسي اللي هي الشاره السوداء، وهي شاره الحداد والحزن على هاد المعتقلين اللي كيتعتقلوهم بدون حق، هم ابرياء. ولاش الحزن على هذا الوطن الجريح، الوطن اللي كيزيد غير يرجع اللور، كيزيد غير يتفقر، كيزيد غير يتجوع، كيزيد غير يتجهل، كتزاد فيه المآسي. فعلى هادشي انا وضعت الشارع، وكنختم لاني وربما طولت هنا بزاف. كنختم بتحية عالية لجميع الوطنيين الحقيقيين الذين يريدون الخير لهذا البلاد، دوك هما الوطنيين الحقيقيين. اما الخونة هما اللي كيسرقوا هاد البلاد، وهذه 60 عام هما كيسرقوا، مازال كيسرقوا، وما كاينش اللي كيوقفهم. ومؤخرا كان هذاك تحصل هذاك البرنامج اللي يبيض الأموال،
وما كاين لا حاسيب ولا رقيب ولا متابعة ولا محاسبة ولا محاكمة ولا حتى شي حاجة. ف المهم، وكلمة أخيرة للمقاطعين، الله يجازيكم بخير. أنا المقاطعة هذيك اللي قلت في قبل، أنا ما يمكن تحقق النتائج ديال يعني اللي مطلوب منها ولا المرغوب فيها، غير زعما لو ضامنت باقي الشعوب الجوار اللي هي الجزائر، تونس، وليبيا، ومصر، باش الشعوب تقول الكلمة ديالها. مادام ما عندكم، ما احنا ما محتاجين لا السلاح لا والو، احنا ماشي في حرب، احنا كندافعوا على الحقوق ديالنا، وكنبغيو الاوطان ديالنا تمشي لقدام، وكنبغيو لا التقدم، وكنبغيو لا الخير، وحنا هما الوطنيين. اما الذريعة بالجمهوريين هما المشكلة، فما كيهمناش الا كانوا جمهوريين، الا كان الوطن ديالنا مزيان وغادي لقدام كلشي يقدر يتعايش. الجمهوريين الا باغيين الجمهورية من حقهم، وكل واحد يفكر كيف ما بغى، ولكن خصنا الهدف يكون الهدف ديالنا جميعا هو بناء هذا الوطن، وتسير به قدما ويتطور، ما نبقاوش نعيشوا في القرون الوسطى. يعني دابا حنا كنتوقعوا المغرب يتطور، كترجعوا بينا الاستعمار، الصفية، المقاومة، كترجعونا لواحد العهد قديم، العهد ديال اللي باغي حنا نساواه. هذه هي المصالحة، مصالحة، خصنا نديروا واحد المصالحة حقيقية ونساوا هذاك الشيء، واللي وطني حقيقة هو يجي يخدم المغرب، هو اللي يتولى الشأن. أما هادو اللي كيسرقوا في المال العام، اللي كيتواطؤوا مع المستعمر، ما عندنا ما نديروا بيهم، هادو مخاونة وما عندنا ما نديروا بيهم. وانتم يمكن لكم تستثمروا في المقاطعة ديالكم، ولكن خصها تكبر، ما تبقاش على مستوى غير المغرب، يكون عندها واحد القوة. هذه مقاومة من نوع جديد، مقاومة بدون سلاح، مقاومة ديال هذا الوقت هذا. يعني المقاومة الآن ما تحتاج لسلاح، لو المقاومة بالأفكار، مقاومة بشكل آخر، نضال من مستوى آخر. تحية لكل الأحرار والحرائر، ولكل الشعب المغربي، وللشعب الريف، وتضامننا مع المعتقلين، ونطالب بتحرير جميع المعتقلين الرأي، انهم كلهم بريئين من اي تهم وجهت لهم.